التخلص الآمن من المخلفات الصلبة تحديدا، سواء كانت مواد بلاستيكية أو زجاجية، هو الهدف بأن يكون هناك حرفية وتعاون كثير لتدوير تلك المخلفات. وقد يتساءل البعض، ماذا نفعل بهذه الزجاجة بعد انتهاء استخدامها؟ ربما ترمى في التربة ويترتب عليها الكثير من المضار بعد ذلك، لأنها تحتاج إلى عشرات السنين لكي تذوب. ولا يقنعني شخص بأن الزجاجة التي تباع أو يباع فيها مشروب ما ب4 جنيهات فقط، ويعني تخلف زجاج منتشر في الكثير من الشوارع، الشركة تستفيد والمصنع يستفيد والمعلن يستفيد من خلال إعلان بعشرات الملايين، لكن المضار ونظرية المؤامرة التي ربما تكون نهج، ربما تكون المضار البيئية أكثر خطورة من هذه الزجاجات.